اكتشف الكوبي ويلفريدو دياز لعبة الجري إلى الخلف أو ريترو رانينج قبل 32 عاما في مجلة روسية، وهو يتوجه إلى إيطاليا هذا الأسبوع للمشاركة في نصف ماراثون في الجبال. سبق لعالم النفس هذا أن فاز بخمس ميداليات في بطولة العالم لهذه الرياضة غير النمطية، إحداها ذهبية، وهو يؤكد أن فوائدها كثيرة. ثمة أكثر من 200 تأثير مفيد للجسم، فهي تحسن القدرة على التوجيه المكاني والرؤية المحيطية، وتتيح حرق سعرات حرارية أكثر بنسبة 50% مما يتيحه الجري الأمامي. عندما كان طفلا جرب ويلفريدو رياضة الغطس لكنه لم يكن مقتنعا، ثم تحول إلى رياضة المشي، حتى وقع على مقال في مجلة روسية أتى على ذكر الجري إلى الخلف، وهي رياضة ولدت قبل أكثر من 1000 عام في الصين، ولكن لم يبدأ تسجيل أرقامها القياسية إلا في العام 1896. أحلم أن أرى يوما ما الشوارع والساحات مليئة بأشخاص يجرون إلى الخلف. ويتطلب النجاح في هذا النوع غير العادي من الرياضة تدريبا قاسيا، فويلفريدو يستيقظ كل يوم في الساعة 4 فجرا ويتدرب لمدة 3 ساعات تقريبا، ويتبع نظاما غذائيا صارما، ويستخدم الأثقال ضمن برنامجه التدريبي.